تحياتي لكم. اليوم عنا حرف الباء، كل الأسماء بس بتبلش بحرف الباء. عنا حرف الباء بنعمل ثلاثة باء مثل ما شايفين بشكل هرمي، تمام، بشكل مثلث بنرسمها. شايفينها هاي، أنا رسمت هيك على الورقة على السريع، بتقدر تظبطها. وهذا حرف الباء، باسمة، باسل، باسم، بلال، اي حدا حرف الباء فهو سره تكتبه وبتعمل بثلاثه بترسم. هذا بياثر على حاله اللاوعي، تمام. وبتقدر هي تستخدم حرف الباء وتستخدم معه ببسم الله الرحمن الرحيم، تضغط بسم الله ببسم الله. فحرف الباء فيه ببلش سره ببسم الله، فانت بتاخذ بسم الله با 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 بسم الله با با بسم الله، وبتقول يا باسم يا باسمة يا بلال قضاء حاجتي. من هون بتقدر تستخدم قوة اسم وحرف الباء لأوتا. كونوا بخير، تابعوا بقية الأسماء معي.